أهلا بكم مع سفيرة المرأة العربية رحاب زين الدين. الملكة، لقب يحمل بين ثناياها القوة والسلطة العادلة والمكانة الاجتماعية، وهو تاج للحرية. هذا التاج اللي بيجاهدوا من أجله الكثيرون ليتربعوا على عرشه ويمتلكوا امتيازاته. حملة المرأة العربية بتقدم الملكة بشكل الواضح والمختلف، تقدم ملكة المسؤولية الاجتماعية، ملكة الإبداع والتميز، بأول برنامج تلفزيوني عربي موجه للمجتمع ومخصص للمرأة، لأنها نصف المجتمع وأساس تقدمه. أهلا بكم في برنامج الملكة. برنامج الملكة يأتيكم في الأوقات التالية على الجالية.